السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعين القناة ومتابعين قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات اليوم السبت 29 اغسطس 2020. اول مباراة معانا مباراة الدرع الخيرية او بطولة الدرع الخيرية النهائي طبعا بين ارسنال الفائز بكاس انجلترا امام ليفربول الفائز بالدوري الانجليزي. المباراة يكون معادة الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6:30 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 والمعلق هو علي محمد علي. متابعين الكرام، باقي التوقيتات هتكون في اخر الفيديو باذن الله تعالى. البطولة التانية اللي معانا عندنا في الدوري الفرنسي الاسبوع الثاني، طبعا الدوري الفرنسي 2020-2021 او الدوري الجديد يعني الموسم الجديد. مباراة بين رين امام مونبلييه، المباراة معادة الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 6 والمعلق نوفل الباشي. المباراة التانية بين ستراسبورج امام نيس، المباراة معادة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 6 والمعلق هو مدر اليوسف. بعد كده ندخل على بطولة الدوري السعودي او دوري كأس الامير محمد بن سلمان الاسبوع 28. اول مباريات الجولة مباراة العدالة امام الرائد معادها الساعة 45 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 46 دقيقة يعني 7 الى 3 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة الرياضية السعودية الرابعة اتش دي والمعلق عبدالله الغمدي. ضمك هيلعب امام ابها الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية. والقناة الناقلة الرياضية السعودية الثالثة اتش دي والمعلق سليمان الشريف. الهلال السعودي هيلعب امام الحزم الساعة 47 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 48 دقيقة يعني 9 الى 3 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة الرياضية السعودية الأولى اتش دي والمعلق جعفر الصليح. النصر السعودي هيلعب أمام الفيحاء الساعة 7:40 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 8:40 دقيقة مساء بتوقيت السعودية يعني 9:30 مساء بتوقيت السعودية. والقناة الناقلة الرياضية السعودية الثانية اتش دي والمعلق عبدالله الحربي. ندخل على الدوري التونسي الأسبوع 23، أولى المباريات مباراة النادي البنزرتي أمام الاتحاد المنستيري. المباراة معادها الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 4:30 مساء بتوقيت تونس. القناة الناقلة تونس الوطنية الأولى والمعلق سامي أبو عزيز وأنيس السحباني. المباراة الثانية بين شبيبة القيروان أمام نادي حمام الأنف في نفس توقيت المباراة السابقة. القناة الناقلة لها تونس الوطنية الثانية والمعلق إلياس بن صالح. والمباراة الثالثة في الدوري التونسي في الأسبوع 23 في نفس التوقيت أيضا بين اتحاد تضاوين أمام نجم المتلوي وهي غير مذاعة. البطولة المغربية، نخش على الدوري المغربي بقى الأسبوع 23. كان المفروض أربع مباريات لهذا اليوم ولكن مباراتين تأجلوا، مباراة حسنية أكادير أمام الفتح الرباطي ومباراة المغرب التضاني أمام الوداد الرياضي تأجلوا بسبب الكورونا. أما المباراتين اللي هيتلعبوا، سريع وادي زم هيلعب أمام سوفي برشيد الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب. القناة الناقلة الرياضية اس دي واتش دي والرياضية لايف اتش دي والمعلق سفيان الرشيدي. والمباراة الثانية بين الجيش الملكي أمام أولمبيك خريبكة معادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. والقناة الناقلة الرياضية اس دي واتش دي والرياضية لايف اتش دي والمعلق محمد العدالي. ومن الدوري المغربي ندخل على الدوري المصري الأسبوع 23، وأولى المباريات أول مباراة بين الإنتاج الحربي أمام طلائع الجيش معادها الساعة 3:30 مساء بتوقيت مصر. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1 اتش دي والمعلق محمد الغياتي. أسوان هيلعب أمام بيراميدز الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، والقناة الناقلة أون تايم سبورتس 2 اتش دي والمعلق أيمن الكاشف. المصري البورسعيدي هيلعب أمام الأهلي، مباراة هامة وقوية، الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر، والقناة الناقلة أون تايم سبورتس 1 اتش دي والمعلق مؤمن حسن. مباراة الدوري الأردني ملغية أو مؤجلة بسبب أحداث تقريبا في مشاكل عندهم. كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أو تشامبيون شيب البطولة الإنجليزية. عندنا أربع مباريات غير معروف القنوات الناقلة لها. بريستون نورث إند أمام مانسفيلد تاون، المباراة معادها الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية. في نفس هذا التوقيت عندنا ثلاث مباريات أيضا، استيفناج أمام بورتسموث، ومباراة ستوك سيتي أمام بلاكبول، وبلاك بيرن روفرز أمام دونكاستر روفرز. وعندنا مباريات ودية أهمهم، المباراة الأولى بين هوفنهايم الألماني أمام ماينز الألماني، المباراة معادها الساعة 3:30 مساء بتوقيت مصر، 4:30 مساء بتوقيت السعودية. والقناة الناقلة لهذه المباراة بين سبورتس اتش دي 5 والمعلق أحمد عبده. المباراة الثانية الهامة هي مباراة توتنهام الإنجليزي أمام برمنغهام سيتي، طبعا مباراة ودية معادها الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة أون تايم سبورتس اتش دي 2 والمعلق عادل خلو. والمباراة الثالثة الودية أيضا هي مباراة هيرتا برلين الألماني أمام بي اس في
اندهوفن الهولندي. المباراه بعدها الساعه 5 مساء بتوقيت مصر و6 مساء بتوقيت السعوديه، القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 5 والمعلق محمد بركات. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم مواعيد مباريات اليوم الموافق 29 اغسطس 2020 بتوقيت مصر وتوقيت الدوري المقام في الدوله. اما باقي التوقيتات هتكون حالا امام حضرتك. اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لك الفيديو، ونراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا والمانيا. بالنسبه لتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعوديه والكويت وقطر، من فضلك اضف ساعه، يعني الساعه 2 هتكون الساعه 3. توقيت الامارات وعمان اضف ساعتين، يعني الساعه 2 هتكون الساعه 4. توقيت المغرب والجزائر وتونس وانجلترا قلل ساعه، توقيت الساعه 2 هتكون الساعه 1. توقيت جرينتش وموريتانيا قلل ساعتين، الساعه 2 هتكون الساعه 12. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.